bop bop baby do wop. A doobly bop bop baby do wop. A doobly bop bop baby do wop. A dot dot baby do wop. A doobly bop bop baby do wop. A doobly bop bop baby do wop. A doobly bop bop baby do wop. يعتبر شهر رمضان المبارك شهر الرحمة والغفران، ولكن لماذا يتحول المواطن الأردني في فترة ما قبل الإفطار إلى ما أشبه إلى مصاص الدماء؟ ولماذا تزداد نسبة المشاجرات والمشادات الكلامية بين الصائمين؟ في قضية المجتمع لحلقة اليوم، ازدياد نسبة الطلاق في شهر رمضان. وللحديث أكثر عن قضية المجتمع لحلقة اليوم، ازدياد نسبة الطلاق في رمضان، رحبوا معنا مع ضيوفنا الكرام جنى الرمحي والبالغة من العمر 6 سنوات، وراما هودلي والبالغة من العمر 7 سنوات. أهلا وسهلا فيكم. ليش الناس تتطاوش برمضان؟ بس هو مفروض يعني ما يتخانقوا، لأنه رمضان أحلى إشي. الناس أكتر شي بتتطاوش برمضان قبل الفطور. قبل الفطور بساعة. لأنه بيكونوا صايمين، اللي ما باكل بيكون يعني أنا إذا ما أكلت بصير معصبة وبكي. سلمي ما بدك هيك كلياتنا، بصير يتطاوش وزعلان، ولما يجي الأذان يأذن الواحد بيروق. يعني الواحد لازم يأكل أكل ولا صح يعني بصير بفقع، يعني الأكل أهم إشي بالحياة. صحيح، لأنه مثلاً واحد بيكون صايم التاني ما بده يكون صايم. فهذا الاشي شو بيصير؟ شو بيؤدي؟ لانه الثاني لما يكون جوعان وهيك ويلاقي حدا قاعد بفطر وعادي بس بده يضربه. هاي هذا السبب، بس بده يضربه انه كيف هذا باكل وانا قاعد هيك صايم؟ ليه يعني اصوم؟ عشان اللي بجوع بده يتطاوش غصبا عن راسه، فش بده يتطاوش. الجوع كافر والله، بس الصيام يعني الصيام مش جوع، الصيام يعني انت بعرف حتى نحس بالفقرة. صح حتى نحس كيف شعور الفقرة، يعني الواحد اوليتها بيكون مبسوط مع مرته، بعدين بيبطل بدهم اياه، بعدين بيطلقها. طب اذا الزلمه مبسوط مع مرته او المره مبسوطه مع زوجها، ليش بيطلقوا؟ لأنهم بيكون زعلانين من بعض، أو هي اللي ما بتسأله بدأ أروح مكانه وما بيقبل له، وهي بتروح بدون إذن، يعني بتروح هو قبل له وهي ما بترد عليه. طيب راما، شو في كمان أسباب تؤدي إلى الطلاق؟ إيه، لما بيصير مشاكل بين شو اسمه هدول الصغار، ها؟ الأبناء. لما يكون في مشاكل مش عارفين يحلها، مش مشكلة يعني مشاكل كتيرة. يعني أنت هل تعتقدي إنه الأبناء بيزيد من الطلاق؟ ليش؟ ليش؟ لأنه بجنن الواحد. الصغار؟ بجنن الواحد عشان تحس بأهليكم. هم كانوا نفس الإشي، أمهاتهم نفس الإشي ونفس الإشي نفس الإشي نفس الإشي. طيب الطلاق بيزيد في رمضان، شو الرابط العجيب بين الطلاق ورمضان؟ أو إذا شو اسمه إجا هذا من شغله، الزوج إجا من شغله والأم ما بتكون محضرة الأكل، أو مش مسوية إشي، قاعدة تعبانة، احملي الأكل وأبصر إيش وسوي، شو بيأدي؟ يعني مثلا المرة كان جاي من البيت وعندها خدامة مثلا وبتقول لها المرة طبخي لها دوات، يعني ما بتقدر، وبعدين بتحكي لجوزها وجوزها ما بيقبل لها، بس برضو بتضلها تحكي لها بعدين ما بيقبل وبتطلقوا. يعني شو دور الخدامة في الطلاق بين الأزواج؟ يمكن إذا كانوا يضربوها أو إشي أو يعذبوها، يمكن ما تقبل أو تروح تهرب أو إشي. فالجوز مرات بيجي يحكي جبناها بمبلغ أو إشي هيك. طيب وليه ما بتطبخ وليه ما بتشتغل وليه ما بتسوي إشي جامينها منظر إحنا كنبايا؟ يعني الواحد مثلا إذا بده يطلق الواحد الثانية مثلا، يعني هو بيكون جاي من الشغل بس برضه هو بيضل يحكي هي بتطلق.
اي مشكله صغيره بتكبر في رمضان بتوصل بتكبر للطلاق. لانه اذا كل يوم ما بتسويه شو بده يسوي هو؟ يعني يطلب يقعد يجوع، يعني يطلب طلب؟ لا يعني بده يدفع كثير مصاري الطلب من برا. يعني انتوا التنتين اتفقتوا على حقوق المراه ضد الرجل، يعني انه اكيد الحق على الرجل في موضوع الطلاق بصير في رمضان. دغري حطيته انه الزلمه بيطلب باكل وانه المراه هي المسكينه اللي لا 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 ومريضه. شو بدك انا بتقول لي المراه مريضه ما بتقدر؟ لا مش بس كمان على الرجل ولا كمان بالبنت كمان هي بتسوي اشياء يعني بتزعجه. عجوزك بصرخ عليكي؟ كثير. ليش؟ ما بسوي له أكل، ما برد عليه بأشياء مرات. طب ليش ما بترد عليه؟ حرة أنا بديش أسوي له أكل، أنا تعبان، أنا حرة. طيب بدك تخصبني؟ أنا حرة ما بدي، أنا خصبين عنك، أنا ما بدي. خلاص بده يصرخ أي ما زي ما بده، يصرخ زي ما بده عادي. إذا تعاملتي مع جوزك بهاي الطريقة الموضوع يؤدي إلى الطلاق. بعرف، ما عشان هيك لازم هو يهدي باله، مش يحد يصرخ عليه. ما هو يا بنت الحلال ما بيصير هيك. مريضة يا بنت، أنا عارف أنك مريضة وتعبانة، بس برضو يعني بدك تراعي شعور جوزك، جاي من الشغل تعبان، الزلمة صايم. في ناس يعني إذا مثلاً بيكون جوزهم بالشغل أو هم بيكون عاملين أكل وعم بيستنوا أكتر من ساعة، هم مفكرين إنه بده يجي بس هو ما بيجي. مفروض هو يجيب معه أكل من البيت لإله بالشغل. أوكي صح، يعني يسميه إشي. صح صح، شو رأيك؟ بحط له أنا إشي على الأكل ما يأكلها، كل ما بيجي بلا الوجبة بروح أسترينه من المطعم، بلا الوجبة مكبوبة ما بأكلها. لجوزك؟ بحط له، ليه ما بأكلها؟ والله ما بعرف، أنتوا أخذتوا بعض زواج تقليدي ولا عن حب؟ هذيك المرة اشترى لي شيء اسمه السيارة آخر موديل 2015. جوزك؟ ما فيش زوج أردني بيعمل هاي الحركة. لا بزوج. احنا شيء اسمه كل نص سنة بنسافر على ألمانيا، يا على ألمانيا أو باريس. احنا كل نص سنة بنسافر على مصر. مصر؟ قنوعة. مين هي؟ هي مصر. مصر. باريس غالية. قلت لكم انتو زوجات صالحات وما شاء الله عليكم وامامير وكذا، انت خلص جواب نهائي حاطه في بالك ما بدك تتزوجي؟ بديش. وما حتغيري رايك لما تكبري؟ ما بعرف، انا بنسى كل شيء لما اكبر وعندي زهايمر من خفيف من هلا. يا حبيبي خفيف كثير. انت شو رايك لما تكبري؟ انا عاد بتجوز، ما عندي شيء، بضلني قاعده بالبيت اذا بدي. صح. كان حديثنا عن الطلاق في شهر رمضان المبارك. لا يسعني إلا أن أشكر جنى الرمحي البالغة من العمر 6 سنوات والسيدة راما هودلي والبالغة من العمر 7 سنوات. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.